بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. تحدثت مع حضراتكم بالأمس عن أم المؤمنين الكبرى سيدتنا خديجة، وقلت بأنها انتقلت إلى جوار ربها في السنة العاشرة من البعثة بعد وفاتها. سمي هذا العام بعام الحزن، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءته السيدة خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مضعون، قالت له: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: ومن الثيب ومن البكر؟ قالت: أما الثيب سودة بنت زمعة، وأما البكر فعائشة. فقال صلى الله عليه وسلم: اذكريهما لي. فذهبت السيدة خولة بنت حكيم إلى سيدتنا سودة بنت زمعة. سيدة سودة بنت زمعة هي المهاجرة أرملة المهاجر، سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي، كانت قد تزوجت قبل سيدنا رسول الله من السكران ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود، وهما الاثنين هاجرا الهجرة الأولى إلى الحبشة. وبعدين السيدة سودة رأت في المنام أن قمرا عظيما سقط في حجرها، قمر انقض في حجرها، فلما أخبرت زوجها بهذه الرؤيا قال: ستتزوجين من رسول الله بعد موتي، وأرى أنه قد دنا أجلي. وبالفعل مات بعدها بقليل، وجاءت خولة بنت حكيم تخطبها من أبيها، فسألها أبوها فقالت: نعم الزوج هو رسول الله. فتزوجها صلى الله عليه وسلم. كان عمرها كام في الوقت ده؟ يقول كتاب التاريخ والسير أن السيدة سودة لما تزوجها النبي كان عندها 66 سنة، لترعى أولاده ولترعى بناته صلى الله عليه وسلم، كانت وصلت لهذا السن. والسيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول كده لسيدنا النبي: يا رسول الله، ما بي حرص عليك من الأزواج، أنا مش عايزة منك حاجة يا سيدنا النبي. وكانت تهب ليلتها للسيدة عائشة إرضاء لرسول الله. لما خشيت أن يطلقها النبي قالت: يا رسول الله، أنا بس عايزة منك طلب، أريد أن أبعث يوم القيامة زوجا لك، ده كل أمنيتي اللي أنا أتمناها، إن أنا أبقى زوجة لك في الجنة يا رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة سودة، ومن بعدها تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ستنا السيدة سودة عاشت عمر طويل، حتى يقال أنها جاوزت 100، وانتقلت إلى جوار ربها سنة 54 هجرية في خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان. سيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها هي أكبر زوجات النبي سنا، أكبر واحدة تزوجها سيدنا النبي هي السيدة سودة بنت زمعة، واختارها بعد السيدة خديجة لتكون أما وراعية لأولاده وبناته من بعد أمهم السيدة خديجة رضي الله عن سيدتنا السيدة سودة بنت زمعة، وعلمنا من علومها ونفعنا بها وجعلنا من خيار أهلها، أولو آمين. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا. رجعنا لكم تاني ومع الأدب الإسلامية. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن آداب الصيام. انت وانت صايم ايه الآداب اللي ينبغي عليك ان انت تعملها؟ من آداب الصيام تعجيل الفطر وتأخير السحور. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ويقول: تسحروا فإن في السحور بركة. هذه الوجبة التي تأكلها قبيل الفجر من السنة أن تكون متأخرة قبل الفجر بقليل، وتسحر ولو على تمرات لتصيب السنة. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وانت قايم تتسحر في وقت السحر وتأكل هذه الوجبة بنية أن تقوى على الصيام، الله يصلي عليك والملائكة. صلاة الله رحمة، وصلاة الملائكة استغفار. ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أول ما تسمع الأذان أفطر على تمرات أو على شربة لبن أو مزقة لبن أو شربة ماء، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وناخد بالنا من حاجة، إن الناس مع الصيام أنواع ودرجات. في واحد صايم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، جوع نفسه وعطش نفسه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن لم يصم عن القيل والقال ولا الغيبة ولا النميمة ولا الزور ولا البهتان ولا الكلام في أعراض الناس ولا الخوض في حقوق الناس، ده ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، جوع نفسه وعطش نفسه. النوع الثاني من الصيام صيام الخواص، صام عن كل الأشياء التي تغضب الله من قيل وقال وغيبة ونميمة وقول زور وبهتان، ولم يطلق لعينيه العنان ولا لأذنيه العنان ولا لسانه العنان، إنما صايم بكل الجوارح. النوع الثالث أعلى درجات الصيام صيام خواص الخواص، وده اللي كان عليه الصحابة والسلف الصالح، صيام القلب عن الهمم الدنية والخطرات الشهوانية وعما سوى الله بالكلية. من أداب الصيام إخراج زكاة الفطر، إنك تخرج زكاة الفطر عنك وعن زوجتك وعن أولادك، حتى المولود اللي يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان عليه زكاة الفطر. وزكاة الفطر ينفع تطلعها حبوب وينفع تطلعها نقدا بالقيمة. الإنسان يحرص وهو صائم أن يتخلق بأخلاق رسول الله وأن يتأسى بسيدنا رسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى من أدب الصيام تعجيل الفطر وتأخير السحور، وأن يتسحر الإنسان ولو على القليل من التمرات، والإفطار من السنة أن يكون على تمرات أو على مزقة لبن أو شربة ماء. وكذلك الإنسان يصوم جوارحه عن القيل والقال والغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس، ويصوم صيام يرضي الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لذلك قال في الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. لما تيجي تفطر بتفرح، وانت بتفطر بتتناول الطعام، صائم 12-13 ساعة عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، وجاء وقت المغرب فالإنسان يفرح. وكذلك إذا لقي ربه وهو صائم يفرح، لأن الإفطار سيكون في جنة الواحد القهار سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا الأدب ويخلقنا بأدب رسول الله وأخلاقه، قولوا آمين. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله، وجئنا إلى الفتاوى. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول: ما حكم تنظيف الأسنان وحشوها وخلعها في نهار رمضان،
وماذا لو أعطى الطبيب المريض إبرة لتخدير الأسنان، تخدير يعني مخدر، عند إجراء هذه الأمور؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد. تنظيف الأسنان وحشو الأسنان وخلع الأسنان لا يبطل الصيام ولا يفسده، يجوز للإنسان أن يخلع ضرسه أو سنته في رمضان، يجوز أن يحشو الضرس أو السن في رمضان، يجوز أن يخلع أو أن ينظف في رمضان. طب حكم التخدير، إبرة التخدير اللي طبيب الأسنان بيعطيها للمريض في فمه لا تبطل أيضا الصيام ولا تؤثر عليه طالما أنها لم يصل منها إلى الجوف شيء، والله أعلم. ورد إلينا سؤال آخر، ما حكم القيء في نهار رمضان؟ وهل يفطر بلع الريق والنخامة والبلغم؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد. يقول صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. يبقى القيء نوعين، إما القيء عمدا أو القيء عن إيه؟ عن غير عمد. الواحد اللي ذرعه القيء فاستقاء فلا يقضي. طيب من استقاء يعني تعمد القيء فهذا الإنسان يجب عليه القضاء. يبقى القيء عمدا يبطل الصيام وعليه القضاء. طيب الإنسان اللي حصل له القيء بغير عمد، هذا الإنسان لا يقضي ويتم الصيام وصيامه صحيح. بقية السؤال بيسأل حكم بلع الريق والنخامة والبلغم، هذه أشياء يعفى عنها، بلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخامة والبلغم، هذه الأشياء لا تبطل الصيام. ومن بلع ريقه أو النخامة أو البلغم أو دخل شيء من الدقيق والمرأة تتولى هذه الأمور عند خبزها أو كذا، لا شيء عليها والصيام صحيح والله أعلم. ورد إلينا سؤال آخر يقول: ما حكم تعاطي المرأة للعقاقير التي تمنع الحيض طوال شهر رمضان؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد. أن دم الحيض مانع شرعي من الصيام، المرأة اللي عليها الحيض أو النفاس تفطر وتقضي ما عليها من أيام بعد رمضان. طيب بعض النساء بتذهب لطبيبة النساء تقول لها أنا عايزة عقاقير أو عايزة دواء عشان يؤخر الحيض عشان أصوم رمضان كاملا، إذا قال الطبيب أو الطبيبة بأنه لا ضرر عليها فلا مانع، متى انقطع الدم تغتسل المرأة وتصوم وصيامها صحيح والله أعلم. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم أمين. أشوفكم بكرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.